ماشي يا فندم، ممكن بعد إذنك نركز على علامة الطلقة اللي على الحيطة، وكمان تسريب الغاز المفتعل اللي كان مالي البيت كله. أنا متأكدة إن اللي حصل ده كله كان بفعل فاعل. أنا استدعيت خبير من شركة الغاز علشان يكتب لي تقرير فني، بناءً عليه هنحدد إذا كان بفعل فعال ولا لأ. إيه الأخبار يا باشمهندس؟ عملت إيه؟ في تحريك تيوب في وصلة الغاز عند الكوعة. تمام. وده وارد يكون مش بفعل فاعل. بنسبة بنسبة يعني كام يا باشمهندس؟ من 1 لـ10%، بس وارد. والأسباب؟ ضغط أحمال، خصوصًا إن حمام السباحة متوصل على نفس المصدر. يعني فنيًا مش بفعل فاعل؟ ما أظنش. يا باشمهندس من فضلك اكتب لي تقريرك الفني وامضي لي عليه وهاتولي النهارده. طب واثار الطلقه اللي على الحيطه والفازه المكسوره؟ يا مدام، بالنسبه لاثار الطلقه اللي على الحيطه دي ممكن تبقى تجريح في الحيط عادي، وبالنسبه للفازه اللي حضرتك بتتكلمي عليها هي اصلا ما كانتش موجوده في المعاينه. طالما مش موجوده يبقى ما فيش حاجه اصلا نسبتها. باشمهندس بعد اذنك اكتب لي التقرير وهاتولي، عايز اضمه لملف القضيه، عايز الحق اخلص. تمام يا فندم. هيا يا دكتور، في حاجة تانية؟ أيوة، فيه خير؟ في آثار حديثة على مواسير المطبخ، مطلوب مناظرتها ومعرفة مين أصحابها، لأنها أكيد ممكن تبقى خيط مهم جدا لحل الجريمة. يا مدام أنت بتقومي الدور مش دورك أصلا. أنا أستاذ طب شرعي وبدرس لطلبة كلية شرطة، نفس الكلية اللي حضرتك اتخرجت منها، ده غير إن أنا كمان دارسة قانون جنائي. طيب يا دكتور، بعد وقوع الحادث اللي حضرتك مسمياه جريمه وكانك حققتي فيه واصدرتي حكمك كمان، كان في فريق من المباحث الجنائيه والنيابه العامه عملوا اللازم بالفعل ورفعوا كمان البصمات. واضح جدا للاعمى ان هم كانوا في فيلم اللذه والغراميات الملتهبه. الغاز اتسرب او بخار الميه خانقهم وهم هيمنين وفي دماغهم اي حاجه لحد ما فيصوا. عموما لو في اي حد شك فيه ممكن تقولي لي ونعمل له استدعاء فورا. وسيبينا بقى نشوف شغلنا اللي احنا فاهمينه كويس وتعلمناه عملي في الشارع. بعد اذنك يا دكتور. يلا. يا بنت انا عايزه اطمن عليكي قبل ما ماما، عشان خاطري والنبي بلاش الكلام ده، انا بيوجع قلبي. ربنا يخليكي لينا يا رب ونفضل كده في خيرك طول العمر. انا عايزه اشيل لك حته عيل. ايه يا كلام بقى، مش هنخلص منه. لا انا ماشيه. لا استني، امسكي خدي دول 500 جنيه حطهم في جيبك لغايه ما تقبضي. لا يا ماما مستوره الحمد لله، وبعدين انا موعوده بترقيه وان شاء الله الدنيا هتتظبط. امسكي يا بنت. الله يا اختي، ربنا يخليك لي يا أمي. إيه ده؟ يا دكتورة سلمى، هي عاملة إيه دلوقتي؟ هي حبت عيني، موت وخرب ديار. على إذنك يا ماما ثانية واحدة. ألو، أيوة دكتورة. معاكي مفتاح المشرحة؟ أكيد طبعا معايا، بس بتسألي ليه؟ لا يا دكتورة،
لو اللي بتفكري فيه فعلا حصل هنروح كلنا في 60 داهيه. القانون ما بيرحمش. الطبيب الشرعي ممنوع يدخل التشريح لو ليهم اي علاقه بالكيس اللي جوه. في يا دكتوره، ما انت اللي كنتي بتقول لنا الكلام ده وبتدرسه لنا. بقول لك لو خايفه روحي انت. ما انت عارفه ان انا مش هعرف اسيبك ابدا. تعالي. أنا قوي. أنا متأكدة إن في غاز غريب داخل الجسم، مش غاز طبيعي أبداً. عشان كده لازم ناخد عينة للأنف. وبعدين نبقى ناخد بقية عينات. أمالي، طب يلا بسرعة بس. بتعملي ايه عندك يا دكتوره سلمى؟ دكتور حازم؟ انت اتجننتي؟ بتدمري حياتك المهنيه؟ مفيش اي احساس بالمسؤوليه؟ انت ناسيه يا دكتوره ان في هنا كاميرات؟ انا لما الامن بلغوني ما صدقتش، قلت اجي اتاكد بنفسي، واديني اتاكدت. مفيش قدامي غير اني هبلغ البوليس عشان اخلي مسؤوليتي نهائيا. دكتور حازم، انا عمري ما طلبت من حضرتك طلب، وانا طول عمري شايله المصلحه على راسي. انا ما انكرتش ان انت احسن طبيبه شرعيه عندنا، بس يا دكتوره انا بعد كام شهر هخرج على المعاش، واللي انت بتعمليه ده انا مش هخرج على المعاش، انا هخرج على السجن وانت معايا. القانون واضح وصريح يا دكتوره، ما ينفعش طبيبة شرعية تتعامل مع جثة ليها صلة بيها وده جوزك. انت فاهمة طبعا القانون كويس. طب انا عندي اقتراح يا فندم، حضرتك ممكن تكلف اي طبيب شرعي تاني بالتشريح، ممكن الدكتورة نرمين او اي حد حضرتك تشوفه مناسب، بس يبقى تحت اشرافي. لا، قلت لا. انا بقترح عليك يا دكتورة انك تاخدي اجازه عشان اعصابك كده ايه تهدى. اتفضلوا يلا رجعي الجثه مكانها. اتفضلي.